يقول السائل: أنا تاجر أطلب من سماحتكم، هل يجوز لي أن أشارك جمركي في تجارتي حتى أجتنب إعطاء الرشوة؟ أفتوني مأجورين، مع العلم أنه يساعدني في إخراج البضاعة. هذا هو الرشوة، إذا أدخلته يشارك معك هذه هي الرشوة، لا تعمل العمل هذا، أعطه الضريبة المطلوبة ويكون الإثم عليه هو، وأنت تدفع الظلم عن نفسك، ولا تعطيه شيء من المال أو تعطيه شركة من المال، لأن هذه هي الرشوة. نعم.